لأن مظاهر التطبيع الخطيرة التي ستنتج عن هذه العلاقات ستقوض انتماء الأمة إلى قضيتها وتضعفها مع الأسف، وستقوي علينا هذا المحتل الغاصب التطبيع الاقتصادي والثقافي والسياسي والأخلاقي والقيمي. اسألوا إن شئتم بعض الدول التي طبعت لماذا انتشر فيها مرض الإيدز عن طريق التطبيع السياحي وانتشار السياحة هناك. فاليهود يسعون من خلال الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية المجاورة إلى جني ثمار هذا السلام المزعوم، والتي من أهمها أولا إزالة الحاجز النفسي بين المسلمين واليهود، ثانيا إلغاء المقاطعة العربية والإسلامية لما سببته من إحراجات للشركات الأجنبية خوفا من المقاطعة، ثالثا الهيمنة على مصادر المياه الغزيرة في المنطقة وخاصة نهر الأردن واليرموك والليطاني، إضافة إلى نهر النيل، ورابعا تهيئة الظروف المناسبة والحالة السلمية لهجرة اليهود. وفي الحديث عن النتائج والتوصيات ننوه بأن ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية لا يعطي بأي حال من الأحوال أي جهة مهما كانت رخصة مفتوحة للتطبيع مع اليهود، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، فقد ارتبطوا بالقضية من خلال مصالحهم الشخصية، وينبغي ألا تكون مثالا يحتذى به من قبل الآخرين. كما أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه، وستبقى الأجيال تقاوم هذا المحتل بكافة السبل المتاحة، وليست انتفاضة القدس ببعيدة عنا حتى نحرر فلسطين إن شاء الله تعالى من البحر إلى النهر. اليوم حركة البي دي اس حركة نشيطة وقوية، وتشكل هاجس لهذا الاحتلال إلى درجة أنها أصبحت اليوم يرصد الموارد الضخمة بشريا وماليا وأمنيا وإعلاميا لمقاومة هذه الحركة. عندما تتحول فكرة البي دي اس المقاطعة لموضوع مركزي في الانتخابات الأمريكية، هذا بيعكس قلق هذا الكيان من هذه التحركات. ونحن هنا كحركة المقاطعة فلسطين، هي حركة مقاطعة محلية أو حملة مقاطعة محلية، جاهزون للتعاون سواء مع المجلس التشريعي أو مع رابط علماء فلسطين أو مع أي مؤسسة في مجال دعم وتعزيز الأنشطة التي كما قلت تبادر لمقاطعة هذا الاحتلال.